كيقول لك البخاري تزاد جاء من بعد النبي عليه الصلاه والسلام 200 عام. اذا داكشي كله اللي داروا راه الفوا غير من دماغه. واخا سؤال، ما بين النبي عليه الصلاه والسلام والبخاري الامه طاحت في غيبوبه بحال اهل الكهف وكل شيء لبد والصحابه كلهم ماتوا وماتوا قبل ما يجيو التابعين، يعني دوك التابعين ما عرفش شكون اللي ولدهم، ومن بعد جاء البخاري الدراري ما كاين ما يداه. راه داك الصحيح نكتبوا لا عاتي راه والله العظيم راه من كثره ما يستغبون القوم لدرجه كيمشيو بالمنطق ديال اكذب 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 حتى يصدقك الناس. قد كذبت 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 يقولوا الناس راه واقيلا بالصح. على هذوك الصحابه ما خدا والو من عند النبي عليه الصلاه والسلام، والتابعين الجيل اللي جاوا ورا الصحابه ما خدا والو من عند الصحابه، وتابعي التابعين ما خدا والو من عند التابعين. الامه كانت ميته تجا البخاري. واخا ملي كيقول لك سيدي البخاري حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر شنو هي هذه؟ راه كيقول لك الطبقه ديال مالك ديال تابعي التابعين روى على الطبقه ديال التابعين روى على الصحابي اللي خدع على النبي عليه الصلاه والسلام. فباي منطق كتجي انت تقول لي انا جاي البخاري من بعد 200 عام؟ راه انت اللي جيتي من بعد 1400 عام وبغيتي تضحك على عباد الله حيت لقيتي الجهل قد عم وطم، فتاتينا انت بمثل هذه التي لا ترقى الى مستوى الشبهات، لكن الله المستعان. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.